ب5 قروش بس أهل البشان دي قدروا يخرجوا من الفقر علشان يقبوا على وش الدنيا وكمان يوصلوا للعالمية. فيا ترى إيه سر القرية اللي ما فيهاش عاطل واحد؟ وإزاي حياتهم اتغيرت من 7 أرض لسابع سماء؟ وإيه حكاية اسمها اللي حير الناس؟ وهل فعلا بناها الهنود؟ خليكم معانا في الفيديو ده وأنا هقول لكم كل التفاصيل. البشان دي قرية في محافظة الوادي الجديد، مميزة بشكل بيوتها اللي قادر يرجعك آلاف السنين في التاريخ وفي نفس الوقت يربطك بالحاضر. المعجزة إن القرية دي عاشت سنين بتعاني من الفقر وقلة الخدمات لغاية ما قدرت تقب على وش الدنيا ب5 قروش بس، وطبعا ده مبلغ صغير جدا بس وراه حكاوي كتير. القصة بدأت سنة 1979، واحد من الأهالي كان على قد حاله. لما انتهت أيامه في الدنيا أهل بيته ما كانش معاهم تمن الكفن اللي هيلفوه بيه، علشان كده أهل القرية بدأوا يجمعوا 5 قروش من كل بيت، وفعلا جابوا الكفن، والمبلغ اللي فاضل اتعمل بيه جمعية كانت وش السعادة على أهالي البشاندي. بس دي مش الحكاية الوحيدة، لأن في رواية تانية بتقول إن أهل القرية كانوا فعلا بيعانوا من الفقر الشديد، علشان كده جمعوا 5 قروش من المقتدرين لإنشاء جمعية تدير حياتهم. وسواء الرواية الصح كانت الأولى أو التانية، المهم إن الجمعية اتعملت فعلا علشان تبدأ تنفذ مشروعات صغيرة تشغل فيها ولاد القرية وتحسن ظروف الأهالي. واحدة واحدة اتحولت الفكرة لمشروعات كبيرة في صناعة السجاد والكليم ومزارع لرعي الأغنام والأبقار لإنتاج الصوف ومزارع نخيل وغيره وغيره. فعلا قرية البشاندي دلوقتي ما فيهاش ولا عاطل واحد، وكمان شغلت ولاد القرى اللي جنبها، وفوق ده كله إنتاجها من السجاد والكليم وصل للعالمية ودلوقتي بيتباع في بلاد برة. كمان عندهم اكتفاء ذاتي في مجالات كتيرة، وحتى الجمعية اللي بدأت ب5 قروش دلوقتي رأس مالها أكتر من 5 مليون جنيه. واللي ما تعرفوش بقى إن بيوت كتيرة في القرية لسه على الطراز القديم، يعني من الطوب اللبن، وكمان عدد سكانها 1850 واحد بس لغاية 2020. بس لو فاكر إن أسرار قرية البشاندي انتهت لغاية هنا تبقى غلطان، لأن اسمها نفسه وراه حكاية كبيرة قوي. طيب إزاي الكلام ده؟ بيتقال إن كان في والي هندي متعود يزور القرية كتير لغاية ما اعتنق الإسلام وسمى نفسه محمد الباشا هندي، وكمان بنى في القرية دي مسجد اتحول لمقام دلوقتي وبقى مزار سياحي اسمه مقام الشيخ البشاندي، ومن هنا جت التسمية الجديدة للقرية. بس خبراء الآثار عندهم حكاية تانية خالص، وكشفوا إن البشاندي اسم مصري قديم من قبل عصر الرومان بكتير. الاسم الأصلي هو شند، يعني أرض الصنط، وده نوع من الأشجار اللي كانت منتشرة في المنطقة دي زمان، ومع الزمن الناس غيرت نطق الاسم علشان يبقى البشاندي. طيب إيه حكاية الشيخ البشاندي؟ الخبراء شايفين إن واحد من أبناء القرية واكتسب شهرته من اسمها وملوش علاقة بالهند من قريب ولا من بعيد. فيا ترى أنتوا بقى سمعتوا عن قرية البشاندي قبل كده ولا دي أول مرة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.